قبل مشاهدة الفيديو لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة، تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد القناة من آخر الفيديوهات الخاصة بنا، ولا تنسوا الضغط على لايك جميل مثلكم. أتمنى لكم فرجة ممتعة وإلى اللقاء. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأصدقاء، مرحبا بكم من جديد في هذا الفيديو الجديد. اليوم سوف أريكم طريقة مسح حساب سناب شات بطريقة نهائية. الطريقة جد سهلة، كل ما تقوم الدخول إلى حساب سناب شات ثم الصورة الخاصة بكم ثم الضغط على أقصى اليمين في الأعلى إلى الإعدادات. سأقوم بتغيير اللغة العربية كي يظهر لكم باللغة العربية. إذا كما قلنا دخول الإعدادات ثم النزول إلى الأسفل إلى الدعم هنا، ثم النقر على أحتاج مساعدة. أذر قليلا مدة ثواني. نعم، ثم الذهاب إلى حسابي والأمان، ثم كما ترون 1 2 3 4 حذف حسابي السطر الرابع. كما ترون هنا بعض الخزعبلات يقولون لك أن حسابك سوف يتم تعطيله فقط بعد 30 يوم، أي أنهم يقومون بإعطائك مهلة 30 يوم إذا أردت إرجاع الحساب. الحساب سوف يتم تعطيله الآن لمدة 30 يوم إن قمت بإغلاقه، ثم بعد 30 يوم سوف يذهب بشكل نهائي، هي أنه لن يكون صالح بعد 30 يوم، سوف يتم حذفه بشكل كامل. كما ترون بعد 30 يوم سيتم حذف حسابك بشكل دائم. هذا يعني أن سيتم حذف حسابك وإعدادات الحساب والأصدقاء والسناب والدردشات والقصة وبيانات الجهاز وبيانات الموقع المسجلة في قاعدة البيانات. إذن لكي نقوم بالحذف سوف نذهب إلى السطر كيفية حذف حساب سناب شات. توجه إلى بوابة الحساب، سوف نضغط على هذه بوابة الحسابات التي توجد بالأزرق. سوف يطلبون منك إدخال كلمة المرور، سوف أقوم بإدخال كلمة المرور ثم متابعة. كما ترون تم تعطيل الحساب لمدة 30 يوم، سيتم حذف حسابك خلال 30 يوم. إذا كنت ترغب في إعادة تفعيل الحساب قبل حذفه ما عليك إلا تسجيل الدخول في حساب سناب شات. الآن تم تعطيل الحساب، سوف يتم غلقه بعد 30 يوم. هذه هي الطريقة أصدقائي الأعزاء. إن أعجبتكم الطريقة، إن أعجبكم الفيديو، أما الطريقة فهي توجد في السناب شات أكيد. إن أعجبكم الفيديو أصدقائي الأعزاء لا تنسون من دعم الاشتراك بالقناة، تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد القناة. وإن أردتم شرح أي شيء أو تريدون فهم أي شيء أو ظهر لكم أي مشكلة على مستوى سناب شات، راسلونا على مستوى الرسائل أو على مستوى الإنستغرام الخاص بي، سوف أقوم بشرح أي شيء تسألون عنه. إلى اللقاء أيها الأصدقاء. سلام سلام.